السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيا الحوثي بحصار مدينة تعز منذ أكثر من 3 سنوات، تنتشر في المحافظة الأمراض والأوبئة، خصوصا سوء التغذية الحادة. وفي تصريح أخير حذر مكتب الصحة في تعز من كارثة إنسانية قادمة على المحافظة بعد إصابة نحو 80% من سكان المحافظة بسوء التغذية. وقال الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في المحافظة إن 17,000 شخص أصيبوا العام الماضي بسوء التغذية في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة هذا العام. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: الأول حجم وحالات الإصابة بسوء التغذية والعوامل المساهمة في استمرارها، والمحور الثاني سنتحدث عن أنه لماذا تتفرج الحكومة وأيضا المنظمات الدولية على هذه الكارثة الإنسانية في تعز. حذر مدير مكتب الصحة في تعز من كارثة إنسانية في المحافظة جراء انتشار سوء التغذية، وأوضح عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في تعز أوضح أن فئة الأطفال هي الأكثر تضرراً من استمرار سوء التغذية دون علاج حالات الإصابة التي تتفاقم، خصوصاً في مديريات الساحل. هذا وتنتشر الأمراض في تعز في ظل شبه انعدام للإمكانيات اللازمة في المستشفيات، وأيضاً تراكم النفايات وتلوث المياه. نتابع هذا التقرير ونبدأ النقاش مع ضيوفي. حصار وانفلات أمني وسوء تغذية، هذا هو حال تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي منذ سنوات، ويفاقم الوضع الصحي من كارثة الأزمة الإنسانية التي تعيشها المحافظة. ففي الوقت الذي تتفرج فيه الحكومة على مأساة تعز، تكتفي السلطات الصحية بالتحذير من حدوث كارثة إنسانية بسبب الارتفاع المتزايد في الأمراض الناتجة عن سوء التغذية. مدير مكتب الصحة والسكان بتعز عبد الرحمن السامعي صرح لوسائل إعلامية أن حالات سوء التغذية المصنف بالحاد انتشر بشكل كبير في أغلب مناطق المحافظة. وفق السامعي فإن الأطفال الأكثر تضررا من سوء التغذية، حيث تجاوزت حالات المصابين 17,000 طفل في العام الماضي، ولم يتم وفق مدير صحة تعز علاج معظم حالات الإصابة بهذا المرض في ظل تزايد حالات الإصابة بسوء التغذية هذا العام. لكن الكارثة الخطيرة تكمن في أن 80% من سكان المحافظة يعانون من سوء التغذية المتوسط. يعد استمرار الحرب الحوثية على تعز سببا من الأسباب التي تعيق الاهتمام بإنقاذ السكان من هذه الكارثة، حيث تسبب الحصار الحوثي بانهيار المنظومة الصحية. لكن إهمال الحكومة الشرعية بنظر الصحيين جعل المستشفيات الحكومية شبه خالية من الإمكانيات، مما جعلها عاجزة عن مواجهة الأمراض والأوبئة، فضلا عن تلوث المياه ونقص الأغذية يساهم في انتشار سوء التغذية بشكل متسارع. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وسينضم إلينا من تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة. دكتور مساء الخير. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك دكتور. لو تضعنا في البداية في صورة مجملة للوضع الصحي في تعز المدينة وأيضا الريف. نعم، الوضع الصحي بشكل عام في المحافظة بالرغم من التحسن الطفيف الذي ظهر في العام 2018، بالتأكيد نحن يجب أن نعترف أن هناك تحسن في القطاع الصحي، ولكن ما نشاهده من سوء التغذية هو يرجع إلى عدة أسباب لا يهم ولا يتصل بالقطاع الصحي، ولكنه يتصل بحالة سوء التغذية ونقص الغذاء العام الذي يعاني منه السكان بشكل عام. يتضرر أكبر شريحة متضررة من سوء التغذية هم الأطفال ما دون العاشرة. في العام الماضي كما ذكرتم في التقرير، نعم هو الرقم صحيح 17,500، لكن أقول أن معظم هذه الحالات لم يتم تخريجها من حالة سوء التغذية. ذلك للإمكانيات التي أشرتم إليها، أن المنظومة الصحية والنظام الصحي تعرض لانهيار كامل. نعم. بسبب الحصار وبسبب استهداف المؤسسات الصحية وبسبب أيضا قلة الموارد والإغاثة وانقطاع الموازنات التشغيلية للمستشفيات والقطاع الصحي بشكل عام. نعم. ما نحصل عليه اليوم من الموازنات التشغيلية 20% من الموازنات المرصودة لعام 2014. هذا يعني أن 20% من الموازنة التي كانت قيمتها 100% في 2014 نتلقى 20% منها، ثم
ينقص تنقص القيمة بحسب القوة الشرائية للعملة اليمنية إلى 50%، وبالتالي فإن الإمكانيات المتوفرة لا يعول عليها أن تقوم بمعالجات سوء التغذية ما دون العاشرة. وأضف إلى ذلك أن الأجندات التي تعمل بها المنظمات لا يتم التنسيق فيها مع القطاع الصحي ومكتب الصحة التابع لوزارة الصحة في الحكومة الشرعية في عدن، وإنما تتواصل وتنفذ برامجها دون إشراف ورقابة بالتنسيق مع مكتب الصحة التابع للميليشيات والقابعين في محافظة إب أو في منطقة الحوبان. سوء التغذية يزداد انتشارا في المناطق الساحلية وخاصة في المديريات الواقعة على الساحل وفي الداخل أيضا، بل أن سوء التغذية التي نكتشف بعض الأحيان داخل المدينة نصب بالدهشة أن هذه الحالات توجد داخل المدينة. المديرية الأكثر تضررا هي المخاو وذباب والوازعية وموزع ومقبنة، لكن هذا لا يعني أن بقية المديريات لا يوجد فيها حالات، وإنما حالات نقول أنها أقل من حالات الساحل الغربي. نعم، لكن دكتور يعني فيما يخص سوء التغذية كان في تصريحكم أن تعز يعني هذه المرة أو هذا العام تعاني بشكل أكبر من انتشار سوء التغذية يعني وبشكل متسارع. هل هناك إحصائيات محددة ولو أولية يعني خصوصا أن هناك إصلاح يعني كان إحصائيات معينة للعام الماضي؟ الإحصائيات بالعدد هي نسبة التغذية الآن انتشرت بشكل تساوي 17%، وهذا رقم من الأرقام التي تورد في المناطق الكوارث، واليمن والتعز بشكل عام الكارثة فيها أكبر من أي منطقة أخرى. لا نزال نقول بأن محافظة تعز تعيش الكارثة من ألفها إلى ياءها في مجمل القطاعات. القطاع الصحي عليه مهمة إيصال الأدوية وتخريج الأطفال الذين يصابون بالتغذية. الأرقام في هذا العام تكاد تكون مساوية تماما لما كان عليه العام الماضي بالرغم من التحسن الطفيف في المجال الصحي. هذا يعني أنه إذا لم يكن هناك تحسن في هذا المجال فإن 17% ربما تقفز أكثر من 17,000 كما كان في العام الماضي. وفي الأيام القادمة سيكون هناك تقرير لمكتب الصحة للنصف الأول من العام 2018، ولكن بصورة أولية نقول أن حالة سوء التغذية تراوح مكانها، بل أن هناك تراكم في الحالات. كما أسلفت بأن 17,500 حالة للعام 2017 معظمها لم يتم تخريجها، والتخريج معناها أنه لم يتم إخراج الطفل من حالة سوء التغذية بالرغم أنه يعيش. لكن حالة سوء التغذية تنتج لنا جيل معاق ذهنيا وعقليا، وهذا لا يعني أن الطفل لا زال عايشا حتى هذه اللحظة أنه في حالة طبيعية. بالتالي إذا ما أضفنا الحالة التي كان عليها الحال في 2017 نضيف عليها الحالات الجديدة في 2018، هذا يعني أن الكارثة لا زالت في تفاقم داخل المحافظة. نعم، في تفاقم في ظل عدم وجود الموازنات التشغيلية الكاملة للمستشفيات والقطاع الصحي. نعم. وعدم ضبط المنظمات الدولية للتعامل مع القطاع الصحي التابع للشرعية. نعم، ابقى معي دكتور، سنشرك معنا في النقاش الدكتور عبد القوي درهم رئيس مركز التأهيل الغذائي في المستشفى السويدي في تعز. دكتور مساء الخير. دكتور عبد القوي هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أنه فقد الاتصال بالدكتور عبد القوي. سأعود لأكمل مع الدكتور عبد الرحيم السامعي ريتما يعود. يعني دكتور عبد الرحيم فيما يخص المحافظات على الساحل الغربي، أنت ذكرت المديريات، كنت ذكرت المخا وأيضا بعض المديريات يعني متضررة بشكل كبير في مسألة سوء التغذية. يعني هذا التضرر هل لتبعات الحرب في هذه المحافظات أثر كبير على زيادة سوء التغذية في هذه المديريات، أم أنه يعني هذه المديريات تشهد سوء التغذية منذ ما قبل الحرب؟
الحرب هو السبب الأول والأخير لكل الكوارث التي تعيشها البلاد وبالخصوص محافظة تعز، لكن الحرب لكن الحال في المديريات الساحل الغربي نعم كما أشرت هي بالأساس نظرا لدخول الناس والحالة الاقتصادية كانت الأسر تعاني من سوء تغذية متوسط، لكن الآن أنا أستطيع القول وعلى مسؤوليتي أن سوء التغذية المتوسط الآن يعاني منه سكان المحافظة بشكل عام والذي نسميه المام، لكن السام اللي هو سوء التغذية الوخيم تعاني منه شريحة الأطفال ما دون العاشرة. صحيح أن سوء التغذية كان موجود في السابق لكنها كانت حالات نادرة، وكان بالأساس موجود مركزين لمعالجة سوء التغذية، مركز في مستشفى خليفة ومركز المستشفى السويدي. الآن مع انتشار سوء التغذية هناك 6 مراكز الآن فتحت لمعالجة سوء التغذية، ونحن بصدد الآن إعادة فتح أو فتح مركزين جديدين في كل من مستشفى المظفر ومستشفى الثورة. وفي هذه الأيام هناك شركة لتأسيس القسم، وستقوم منظمة الصحة العالمية بتشغيل هذين المركزين بعد أن تم فتح مركز في مستشفى خليفة مركزا جديدا ومركز في مستشفى المخا، ونحن بصدد فتح المراكز الأخرى في كل من الجمهوري والمظفر والثورة. بالإضافة إلى ما هو موجود في مستشفى السويدي وخليفة كما أشرت. إذن دكتور، عاد إلينا الدكتور عبد القوي درهم، ابقى معي. أرحب بالدكتور عبد القوي درهم رئيس مركز التأهيل الغذائي في المستشفى السويدي، سينضم إلينا من تعز. دكتور مساء الخير. مساء النور. أهلا بك دكتور. يعني حصار الحوثي أدى إلى انهيار المنظومة الصحية في تعز بشكل كامل، لكن كيف هو وضع المستشفيات في المناطق التي تحررت فعليا من الحوثي؟ الإحصائيات التي كانت عن طريق اليونيسيف حوالي قبل أشهر أو العام الماضي تقول على أنه أكثر من 2,300,000 طفل أقل من 5 سنوات مصابين بسوء التغذية. الحال اليوم حوالي 1,300,000 مصابين بسوء التغذية، حاجة من مدرك على كل مدرشن حوالي تقريبا 2,600,000 حالة شام في بين عدود مدرشن سوء التغذية حد وخيم. دكتور عبد القوي، هناك مشكله في سماع صوتك، يعني لو تغير المكان الذي انت فيه حتى تتحسن الشبكه قليلا، يعني لا اسمعك بشكل جيد. هذا المكان الوحيد اللي ممكن لو اكون اوضح من اي مكان اخر، انا بنحاول في ما عارف الموضوع، لكن لو كان في المستشفى من السعوديه كان افضل، لكن انا في المكان هنا هذه التغذيه الموجوده. نعم، اذا تفضل اكمل. أخذنا على أساس أن سوء التغذية موجود من قبل الكلام، لكن الآن صار أفضل بكثير، والإحصائيات اللي قبل تلعب منظمة اليونيسيف غير دقيقة، لأن هناك أطفال كثيرة جدا في الأحياء والأماكن المهم اشتباكات والأماكن اللي بسيطة عليها الحادثة بدعم لدخول المدينة وأخذت فيها كان حتى تشوف الحركة هذه على أساس التغذية حتى كثير. موضوع أحسن حالة مضاعفات وبدرا بعد قبل الحادثة طيب دكتور، سيتم معاودة الاتصال بك مرة أخرى، ربما هناك مشكلة كبيرة في سماع صوتك بشكل جيد، سيعاود المنسق الاتصال بك مرة أخرى. أعود للدكتور عبد الرحيم السامعي. دكتور عبد الرحيم، كانت هناك شكاوى كثيرة من القطاع الصحي في تعز من إهمال الحكومة خلال الفترات السابقة، وأيضا إهمال منظمات الإنسانية في الجانب الصحي في تعز هذا العام. يعني هل هناك تحسن، وما نسبة هذا التحسن في الاهتمام بالقطاع الصحي في تعز من قبل الحكومة وأيضا المنظمات؟ التحسن الذي طرأ على القطاع الصحي في تعز هو من الجانب الحكومي،
حقيقة منذ وصول الأخ المحافظ أولى القطاع الصحي بشكل خاص عناية خاصة، تواصل مع الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. حصلنا كما قلت على جزء من الموازنات عملت على تحريك المياه الراكدة ولو بشكل طفيف، لكن تبقى هناك المشكلة كما قلت بأن الموازنة التي وصلت وهي جزء 20% فقدت 50% من قيمتها، هذا لا يغطي ولا حتى ربع مما كنا نتوقع كموازنة تشغيلية. أما فيما يخص المنظمات، للأسف الشديد المنظمات، الأخ وزير الصحة معالي الدكتور ناصر باعوم بدأ ومنذ بداية 2016 بعث بمذكرات رسمية إلى كل من منظمات الصحة العالمية واليونيسف، وبمتابعة مني شخصيا ومن القطاع الصحي والمحافظة، وحتى خلال المحافظ السابق الأستاذ علي المعمري كنا نتابع الأخ الوزير وجه مذكرات إلى المنظمات الدولية وبالذات منظمات الأمم المتحدة المعنية بالطفولة والمعنية بسوء التغذية والمعنية بالإغاثة الغذائية. لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة هناك عبث وهناك أموال تصرف في غير مكانها بغير مراقبة بغير إشراف. على سبيل المثال، في آخر لقاءاتي مع منظمة اليونيسف في عدن يوم الأربعاء الماضي، أي قبل 3 أيام، قلنا لهم ما الذي تقدمونه إلى تعز؟ أسردوا لنا أرقام مهولة، قالوا بأننا سيرنا داخل المحافظة 420 عيادة متنقلة. قلنا لهم لم نشاهد هذه العيادات المتنقلة، إلى من صرفتم هذه المبالغ؟ عن طريق من؟ من الذي يشرف؟ من الذي يبعث لكم بالبيانات والأرقام والمؤشرات؟ قالوا بأنهم يتعاملون مع مكتب الصحة التابع للميليشيات. قلنا لهم ما الذي تدعمونه من الموازنات التشغيلية؟ قالوا نحن ندعم 84 مركز ووحدة صحية داخل المحافظة. هذه المبالغ قد تصل إلى 30 مليون كل ربع. قلنا لهم لم نشاهد، وسألنا مدراء المراكز الصحية إن كانت قد وصلت هذه الموازنات. معظم رؤساء أو مدراء أو مسؤولي هذه المراكز قالوا لم تصل إلينا هذه المبالغ. المهم أنهم يسجلون في أجندتهم وفي تقاريرهم. دكتور، يعني من خلال معرفتكم هذه، يعني ما تم يعني تأكيده أنه يعني تم صرف هذه المبالغ الكبيرة لمكتب الصحة التابع للميليشيا، بمعنى أنه العيادات هذه لا توجد لا بالمناطق المحررة في تعز ولا بالمناطق الغير محررة. أنا أتحدث عن 16 مديرية التي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة. الميليشيات يعني بحسب علمكم حتى في خارج هذه المناطق أيضا نفس الحالة، أم أنه يعني فقط حصار على هذه المناطق؟ الحالة تكاد تكون متساوية، حتى في تواصلنا مع بعض منتسبي القطاع الصحي في المديريات التي تحت سيطرة الميليشيات يعانون الأمرين ويعانون نفس المعاناة. عندما يقول لي بأنه قام بتشغيل 420 عيادة متنقلة، أقول لك بأن عدد المؤسسات الصحية داخل محافظة تعز هي 423 مؤسسة صحية ما بين مستشفى ومركز صحي ووحدة صحية طرفية في أطراف المديريات. إذن بمعنى ذلك أنه غطى 100%. قد ننسى الثلاث المؤسسات الصحية التي لم تصل إليها، لكن بالأساس نحن لم نشاهد هذه العيادات المتنقلة وكذلك الموازنات التشغيلية التي تصرف ل 84 مؤسسة صحية. لم نشاهدها، وتأكدنا من ذلك من مسؤولي هذه المراكز والوحدات الصحية. إذن أشكرك جزيلا الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في تعز. أرحب بالسيدة داليا محمد ناشطة في المجال الإنساني ستنضم إلينا من تعز. سيدة داليا مساء الخير. مساء النور والسلام، الله عليكم جميعا. وعليك السلام. سيدة داليا، يعني كناشطة في المجال الصحي، كيف يمكن وصف الوضع الصحي تحديدا في تعز؟ والله الوضع الصحي في مدينة تعز يعني للجميع أن يتخيلوا. مدينة الآن تدخل للسنة الرابعة وهي ما زالت تعاني القصف والحصار. مدينة الآن الساكنين داخل المدينة لا يوجد لهم طريق
أمام المدنيين على الأقل، ما زال الطريقة الوحيدة اللي تربطهم هي طريق الأخروب إذا كان العبور إلى الحوبان، أو طريق هيجة العبد إذا كان لعدن. وهذه تزيد من معاناة الناس، تزيد كون الناس لا رواتب، الأسعار بارتفاع، أيضا عملتنا اليمنية للأسف كل يوم وهي تنزل من الحقيب مقابل العملات الأجنبية. الوضع الصحي داخل مدينة تعز سيء، يعني ما هو من يوم وهو يتضاعف. لا طيب ماذا عن حالات سوء التغذية سيدة داليا؟ ماذا عن حالات سوء التغذية في تعز؟ الحالات كثيرة، هذا أنا بتكلم إنه على مستوى المنطقة الغربية اللي هي ريف مدينة تعز اللي يضم قرى الضباب. هناك أنا في مستوى قرية تقريبا فيها 200 أسرة، معايا ما يقارب 10 حالات اللي هي سوء تغذية. نعم. هذا من الناس خاصة الناس اللي هم على خطوط النار. الآن الإحصائية حتى اللي طلعت لمكتب الصحة، هؤلاء ما تم الوصول للمستشفى أو ما تم إسعافه، لكن هناك ناس لم توصل، يعني مش قادر حتى يوفر الخمسين ريال عشان يركب مواصلات أو يدخل للمستشفيات اللي داخل المدينة. أيضا المرافق الصحية اللي عندنا والوحدات الصحية ما زالت الآن مغلقة، ما فيها أي داعي. أيضا الحالات الأمهات الحوامل والإجهاض، أيضا الأمهات في كثير قبل تقريبا أسبوعين حالتين وفيت من الأمهات بسبب تعثر ولادة، ما قدروش إنهم جالسين بخط نار، ما قدروش الوصول لأقرب مرفق صحي داخل المدينة. طيب سيدة داليا، يعني كيف تقيمون دور السلطات الصحية في تعز وأيضا المنظمات المدنية داخل المدينة في هذا الجانب؟ بالنسبة لي وكداليا وكأحد المواطنين المعايشين الوضع، ما شوفش أي جديد ولا شوف أي تغيير، هذا كان الحال من بداية الأحداث والحال الآن. يعني حتى المنظمات أو التنسيق حق السلطة المحلية أو الحكومة الشرعية ما عرفهم مع من ينسقوا أو من اللي يتعاملوا معاهم، أو هل هم معاهم معايير خاصة يوصلوا لناس معينين ناس لا. نعم. فالوضع سيء، يعني ما في اليوم أنا بالنسبة لك مؤمنة لا نلاحظ أي جديد، ما غير إنه الحالة تزيد، سوء التغذية تزيد، الأمراض المزمنة تزيد. طيب بالنسبة للمستشفيات في مدينة تعز، هل يعني من خلال متابعتكم لسير عمل هذه المستشفيات، يعني هل هي مؤهلة ل يعني لاستقبال أو لعلاج حالات الأمراض والأوبئة وأيضا سوء التغذية؟ المستشفيات معنا المستشفيات داخل المدينة هي في حال تم دعمه فهي مؤهلة جدا، مؤهلة من حيث المباني، مؤهلة من حيث الكادر اللي في بين قصادك الدعم والإمكانيات والمواد التشغيلية. يعني حتى الناس الآن اللي هم حالتهم بور جدا يعني وغير كذا نازحين مهجرين، حتى لو وصل إلى هذا المستشفى، هذا المستشفى عاد طالب منه رسوم، وحتى لحد لدرجة 100 ريال مش قادر يقطع حق ورقة. طيب من هي الأطراف التي تتحمل مسؤولية ما يجري تحديدا في القطاع الصحي في تعز؟ السلطة المحلية ومكتب الصحة داخل المحافظة عليهم يتابعوا، حتى مثل ما سمعت الدكتور عبد الرحمن السامعي يتكلم انه وصل لهم اخبار ان توصل هذه الامور ما ادري ايش لجهات او من هذا، عليهم المتابعة. على احنا كمواطنين داخل المدينة معانا حكومة، معانا سلطة محلية هي المعنية بذلك، وهي تتحمل المسؤولية على المتابعة، على الكشف، على الأقل حتى إطلاع الناس داخل المدينة، يعني تطلعهم ما بين فترة وفترة، تظهر لهم التلاعب، تبين لهم من فعلا المتلاعب الحقيقي داخل مدينة تعز، اللي مع يعني الحرب من جانب والتلاعب والسوق السوداء والمتاجرة بأوضاع الناس من جانب آخر. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا في ختام الحلقة السيدة داليا محمد، ناشطة في المجال الإنساني، كنت معنا من تعز. وأيضا في الختام أشكر ضيفي الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في تعز، والشكر أيضا للدكتور عبد القوي درهم رئيس مركز التأهيل الغذائي في المستشفى السويدي، ونعتذر أنه لم يستطع أن يكمل معنا بسبب رداءة الشبكة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل عبد الرقيب الأبار، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.